هذا الجانب هو الذي أشارت إليه أيضا الإيسيسكو كما ذكرت دكتور عبد العزيز الرماني حينما هنأت العاهل المغربي الملك محمد السادس على هذه المبادرة، لا سيما في بعدها الإنساني، واستحضرت الإيسيسكو هذا الجانب المتعلق ببقاء عدد كبير من الدول في إفريقيا وأيضا في المنطقة العربية على الهامش لم تحصل على جرعات كافية من أجل مسايرة هذا التحدي الصحي، واستبشرت خيرا بهذه المبادرة المغربية. ما الذي يمكن أن نستشفه من هذا الموقف، موقف منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة في مجال الاستجابة الجماعية والتضامنية للجائحة؟ صحيح محمد، وسيرا حتى على اللي قال الدكتور طيب، نكونوا واضحين، الرمزية والدلالات ديال الرسائل اللي قالت الإيسيسكو واضحين بواحد الوضوح اللي خصنا نفهموا منه، أنه يوم قال جلالة الملك أن إفريقيا عليها أن تعتمد على مواردها وسواعدها جوج، ما كناش كنصوروا غيوصل بنا الحال احنا كافارقه لهذا الحال اللي كنشوفوه الان، فيه انعدام الانصاف، انعدام العداله، انعدام التوزيع الجيد والثابت لشيء يرتبط بالصحه العالميه. اذا القرار والمبادره الملكيه هي مبعث للعز وصون للكرامه. علاش؟ لان اليوم كنهضروا على كورونا، ولكن غدا ما غنهضروش على كورونا، كاينه افات اخرى. احنا شفنا كورونا كوفيد 19 شويه ولا المتحور واحد جوج ثلاثه، احنا في دلتا ها الفا ها ديال جنوب افريقيا ديال انجلترا، يعني كاين تغيرات كبيره وتقلبات كبيره. ان لم تكتسب المناعه لنفسك فلن يهدي لك شخص اخر اي مناعه. المغرب بتموقعه الانساني، وهذا كنقولها، هو بتموقعه الذاتي لاكتفائه الذاتي لتموقعه الصناعي والبيوتكنولوجي والمعرفي وغير ذلك، هو ايضا له رؤيه انسانيه، لانه في هذا الوقت اللي الافارقه احنا شفنا كيفاش عانوا من اجل الوصول الى يعني الندر الندر يعني القليل جدا من الجرعات، ولكن المغرب ديك 66 مليون اللي كنا كنقولوا احنا، نجح المغرب في حجز 66 مليون جرعه كافية ل 33 مليون من الشعب ديالو، وعطى منها لبعض الدول الإفريقية. هذا هام، ولكن المغرب بهذه الاتفاقية كيوضع نفسه، لأن شحال المؤتمرات محمد كاينين في العالم؟ كاينين ستة مثلا، ستة شحال نحتكر فيهم الاتحاد الأوروبي باش نفهموا أشنو خصنا وعلاش جلالة الملك. هناك دول حجزت لنفسها ثلاث مرات ما تحتاجه من اللقاحات لكل ساكنتها. وها أنت تقول ما تقول، 35 ألف شخص كيتشتغل في مجال التلقيحات على مستوى الاتحاد الأوروبي. إذا الاتحاد الأوروبي اللي كتملك واحد 85% من الصادرات، وحتى الهند راه هي اللي كتعطي حجزة يعني وجات نفسها قوية أثناء هذه الجائحة. وماشي غير هكذا، الحيف فين كنشوفوه؟ كنشوفوه حتى وأنت ملقح في إفريقيا كيقول لك لا، إلا كنتي خايد هذا التلقيح ما تدخلش الحدود ديالنا، ولا كنت خايبه التلقيح ما تدخل. معنى كنشعروا كافارقه ان بالكثير من الحيف يحز في نفسي ما يقع في تونس الان، وهي دوله عزيزه جدا، يحز في نفسي ما قد يقع في دوله اخرى، ولذلك المغرب وهو يسارع بهذا القرار الهام حمايه لذاته اولا، وحمايه للشعوب الافريقيه لما تستحقه طبعا من عناية ومن اهتمام. ولكن نقطة مهمة باش نختم ونعطيك الكلمة، أن أطفال إفريقيا اللي غيطعموا غدا من أي الجوائح اللي يمكن تكون هم مستقبل إفريقيا، وهذه نقطة هامة. أنا قلت قبيلة باللي راه 50% من الفلوس كتخصص عالميا على الدراسات ديال السرطان. أنا قلت باللي راه حمى الظنك وباللي راه التهابات الكبد وباللي السيدة وباللي كذا، مازال ما توجدش لهم لا تلقيح ولا دواء. المغرب كيتموقع هذا القرار الهام في هذه المنصة التوجهية المستقبلية إن شاء الله.